السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي، مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا صفحة 38 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الثاني الابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي دو ليكتور، أنشطة القراءة رقم 3، وعندنا الحرف اللي خصنا نقراو اليوم هو تي. تي تشوفوا الكتابة ديالو ديال الليبر والكتابة ديال الدفتر. جونتون، نسمعوا هاد الصور هادو عندهم اسماء فيهم حرف تي. هادي شنو سميتها؟ هادي ديك اللي كنديرو في اعياد الميلاد، وهادي شنو سميتها؟ هادي كتسمى اون تارت، تورتا اون تارت. هادي ماطيشه، اش كنسميوها بالفرنسيه وفيها تي؟ طومات. هذا شنو هو؟ معروف، أكلة مغربية مشهورة. شنو كنسميوها؟ ان طاجين. هذا التمر، اش كيتسماو فيه التي؟ شنو كنقولو؟ دي دات. ماشي لا دات اللي هي التاريخ، ما كيقولك استاذ مثلا كتبوا لا دات، لا، هادو دات مكتوبة بدو تي، فيها دو تي، دات يعني التمر. اذا قلنا اون تارت، دي طومات، طماطم، ان طاجين، دي دات تمر. نشوفوها كيفاش كتكتب. لاحظوا معايا، اون تارت، تارت اون تارت، دي طومات، ان tagine, des dates. شوفوا كيفاش كتكتبها الكتابة ديال الدفتر، شوفوا الاختلاف اللي كاين بيناتهم. une tarte, des tomates, un tagine, des dates. حاولوا ان انتم اللي تقراو. une tarte, des tomates, un tagine, des dates. Une tarte, des tomates, un tagine, des dates. Voilà, d'abord, on chauffe jeudi. Aqra. نحاولون ان نلاقيو ما بين الحرف والحرف باش يعطينا اون سيلاب، ونحاولوا هاد لا سيلاب نزيدو عليها شي سيلاب اخرى باش تعطينا ان مو اللي يكون معروف. تي اللي زدنا عليها ا، شنو كتعطينا؟ تا. تا طاجين. تي مع او عطينا تو. تونو طاجين، انت ما عرفتوش الطاجين. تونو هي الزي، زي اللبسه مثلا، توني ديال مثلا الفرقه، توني الزي او اللبسة. تي او تو طومات، طومات هي مطيشة. تي اي تي تيتريت، تيتريت هو اسم امازيغي. تي او تو nature هي الطبيعة، nature. نعاودوها، تي أ تا طاجين، تي أو تو تونو. عقل هادي راه تو وهادي تو، كاين ما كيفرقش بيناتهم، هادي يقولها تو وهادي تو، فهمت؟ هادي تو وهادي تو، تي أو تو تونو، تي أو تو طومات، T I T titrite, T U T nature.
هذا غنشوف دابا نخلطو بين دو سيلاب. هنا عندنا طاغ تين طاغتين طاغتين، هي بحال واحد الطارطة طاغتين. تنو تنو تنو. اون بات اون بات، شنو هي لاباط؟ هي العجينة، من كيدير داك الخباز دو بولونجي كيصاوب لاباط، كيصاوب العجينة. اون بات عجينة. اون كاروت خيزو، اون كاروت خيزو وحدة، اون كاروت إلا كان خيزو بزاف كنقولو دي كاروت. اون كاروت. اون تارت طارطة طورطة. اتخي اتخي اسم، واضح؟ نعاودو دابا نتوما اللي تقراو. اون بات اون كاروت اون كاروت اون تارت اون تارت. اتخي اتخي، واضح؟ دابا نقراو هاد لو تيكست اللي عندنا لتحت. شنو عندنا في هاد لو تيكست؟ عندنا واحد النص صغير. مي بارون لي بارون ماشي هما لا فامي، لا فامي العائله، ولكن لي بارون كنقصدو بهم الاب والام، الاب والام. مي بارون ابي وامي اتوند دي زانفيتي، ينتظرون ضيوفا. دون لا كويزين في المطبخ. مامون امي ايطال، شنو هي ايطال؟ هي طلقات، شوف كطلق العجينه، شوف ايطال كطلق شي حاجه كتنشرها. ايطال لا بات، بحال كتقرص العجينه ولا كتفتحها كطلقها. ايطال لا بات، علاش كتايطاليها؟ بور بريباري اون بيتزا، باش تصاوب. بور بريباري باش لكي تعد اون بيتزا. بيتزا هي واحد الاكله أكلة إيطالية دايرة بحال أومليت، وهي فيها بزاف ديال اون بيتزا، كتفرق مثلثات وكتنكد اون بيتزا. بابا كوب، الأب شنو كيدير؟ كيقطع الطارطة. كوب لا تارت، كيقطع الطارطة. إي بريبار دو تي، وكيوجد أتاي. كتلاحظوا بأن هذه عائلة متعاونة، الأب هو جا الكوزينة وبدا كيعاون كيعاون الام، ماشي داير فيها انا حق الراجل انا ما نقضيش الشغل، لا شافها مزروبين ويجيو الضياف صافي دخل يعاون مراته، واضح؟ نعاودو. مي بارون اتون دي زانفيتي دون لا كويزين. مامون ايطال لا بات بور بريباري اون بيتزا. بابا كوب لا تارت اي بريبار دو تي. لاحظوا معايا هنا بالنسبه للتوقفات، بالنسبه للي بوز الوقفات الفاصله كنوقفوا وقوف قصير، النقطه كنوقفوا وقوف اطول. لاحظ معايا مي بارون اتون دي زانفيتي، وقف ارتاح. دون لا كويزين مامون ايطال لا، لاحظت هنا وقفه قصيره، هنا مي بارون اتون دي زانفيتي. دون لا كويزين مامون ايطال لا بات بور بريباري اون بيتزا، وقف. بابا كوب لا تارت اي بريبار دو تي، واضح؟ ده نعاودو. مي بارون اتوند دي انفيتي، وكنزيدو كنديرو لا ليزون، ان كاين هنا اس وكاين هنا اي. دي انفيتي دون لا كويزين مامون ايطال لا بات بور بريباري اون بيتزا. بابا كوب لا تارت اي بريبار دو تي. هادي بالنسبه للنص اللي عندنا. مون بروجي دو كلاس، مشروع ديال القسم ديالي، قالك جو تري، تسمع تري يعني راه كنعزل، كنعزل العزلة. جو تري اي جو كول، كولا يعني كنلصق. جو كول افيك مي كاماراد، لصق مع الزملاء ديالي لي فوتو صور او لي زيماج الرسومات، لان لي فوتو كتصور اما باباراي ولا بورتابل، ولي زيماج هادوك اللي كيتصمو لي زيماج كي بحال هذا، هذه كتسمى ايماج، ما يمكنناش نقولوا فوتو لان ماشي صوره مصوره يعني ديال انسان حقيقي، فهمت؟ هذه مرسومه ايماج كتسمى. شوازي مختاره هذوك الصور او الرسوم اللي اخترناها ديالاش، دو ليغوم اي دو فروي، ديال الخضر والفواكه. وهذا هذه صفحه 38 كملناها، الى اللقاء.